انا يعني واخداها هوايه بس مش عايزه ابطلها، يعني انا حابه موضوع الانشاد جدا بس بجانب دراستي. انت عندك طموحات في الدراسه والشغل لوحدها وطموحات في الانشاد ده لوحده، يعني ما عايزه ينفعش اسيب ده وما ينفعش اسيب ده. برافو عليكي، برافو عليكي. وانت بتقدري عمل المراه وعايزه تشتغلي وعايزه تكملي وعايزه تاخدي سلك كده مع نفسك لوحدك، انما في نفس الوقت عاجبك موضوع الانشاد. نفسك تقابلي مين من الناس المنشدين؟ هو المنشدين اللي هما القدامى طبعا نفسي اقابلهم كلهم، بس هما دلوقتي يعني توفوا كلهم. انما يعني الحاجه ياسمين الخيام موجوده، واتمنى ان هي يعني تعمل لك دعوه كده وتروحي تزوري مكتبها في مكتب في مسجد الحصري، الله يرحمه ويغفر اليه. هي الحقيقه يعني سيده جميله، واعتقد انها تحب لما تسمع صوتك هتحب يعني توجه لك دعوه، وانا بوجه لها الف تحيه من هنا من برنامجنا. ربنا يحفظها. طيب قولي لي تاني، عندك ايه تاني نسمعه؟ نسمع قمر. يلا جميلة قمر. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد دادي الله الله، وعطرها بقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها بقى إذا مست أيادي الله الله. انا بشكرك شكرا جزيلا هاجر احمد ابو فيوض، نورتيني يا هاجر، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.